إذن أخيرا جوكوفيتش ينجح ويكسر إرسال سيمو الذي يبدو بأنه غير قادر على مسايرة إيقاع اللاعب نوفاك جوكوفيتش الذي يتقدم الآن. سيمو يرتكب خطأ. كرة لامسة. شوف الشريط العلوي للشبكة. ولم شوط ليسيمو ساكو إرسال كرة على الخط. سلام تنويع رائع جدا. كرات في الجهة اليمنى في الجهة اليسرى تحريك. شوف هنا فورهاند فولي كرة يتحكم فيها بشكل رائع. ينهي تعود الكرة سهلة أمام. تعبئة جوكوفيتش هي مفتاح الحل للاعب الصربي. شوف يسيطر على هذه الكرة وكرة تعود سهلة أيضا أمامه وبالتالي نهاية رائعة جدا. كرة قوية جدا. ساحة اختيار لم يكن ناجح. وبسهولة ينهي سيمون هذا الشوط. قوية جدا. إذن جوكوفيتش يفوز لمنتخب صربيا المجموعة الثالثة الآن. سريعة جدا يصعد إلى الشبك يرسل بشكل جيد. الإرسال نهاية لم يتمكن منها سيمو. الفرصة شوف ردة الفعل هنا من اللاعب جوكوفيتش كانت قوية. يا الله على هذه الكرة. سيمو يواجه كيف ضاعت. مواجهة وحيدة غدا في الزوجي اليوم الثاني للقاء الصربية وفرنسا في النهائي كأس ديفيس. يرسل جوكوفيتش الآن للفوز بالمباراة ماتش بوينت.
يخسر يخسر هذا التبادل جوكوفيتش أيضا بنفس الطريقة. ايضا يخسرها الان سيمو يخسر هذا ينجح جوكوفيتش بلقطة ارسال سحب ايس في التوقيت المناسب. اوه ارسال قوي وكرة قصيرة تعود ينهيها الان جوكوفيتش يقترب في ملعب المباراة. شوف الارسال على جهة الباك هاند تعود قصيرة ينهيها. داخل الملعب بيتش لاحظ ردة الفعل من اخر ملعب من اللاعب الفرنسي باك هاند داون ذا لاين سريعة كانت شوف سقطت على الخط تقريبا. خارج الملعب خارج الملعب تضيع على الفرنسي ديلسيمو المصنف منتخب بلاده منتخب صربيا الى نقطة البداية ويحقق الانتصار الأول لمنتخب صربيا إذن في اليوم الأول والتعادل